سلام صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم غريبة الزنجلان بالنخالة اللي كتجي أكثر من رائعة، وما غاديش تشبعوا منها. كتجي بنينة بنينة بزاف وكتذوب في الفم. كنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها بنفس الطريقة، أنا متأكدة غادي تعجبكم وغادي تولي معتمدة عندكم. فكما كتلاحظوا معايا راه كتجي فتيه بزاف وكتذوب في الفم، والشكل ديالها ايضا كيجي رائع. كنتمنى انكم تعجبكم، وكنتمنى ايضا انكم تكملوا الفيديو حتى الاخير وتجربوها بنفس الطريقه. انا متاكده غادي تنجح معكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. فغادي ناخد اول حاجه كاس ديال السكر سنيده، دائما المقياس كاس العنبه، والسكر يكون من النوعيه اللي كيكون رقيق، فضروري ان السنيده تكون رقيقه. غادي ناخد البيض، دائما البيض يكون بحراره ديال المطبخ في جميع الحلويات والكيكات، فالشرط ديالنا هو ان البيض ديالنا يكون بحراره ديال المطبخ. كان في الثلاجه فنجبدوه ونحطوه في واحد الزلافه كنخويو عليه الماء طايب، ونخليه حتى تيطرى هكا باش كتنجح الحلوه ديالنا وكتجي سهله في الخدمه ديالها. هنا من بعد ما درت ثلاثة ديال البيضات ودرت كاس ديال السكر سنيده، غادي نخلطهم مزيان. غادي نخدم داك السكر مع داك البيض، غادي نضيف ساشيه ديال الفاني ونعاودو نخلطو. فهنا درت جوج ديال الساشيات ونعاود ندمج كلشي مع بعضياته. غادي نضيف كاس ديال الزيت، كما ذكرت معكم المعيار هو كأس العنبة، فنحاولوا أننا ندمجوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي ناخد الزنجلان اللي كنكون حمرته واحد شوية في المقلة وكنطحنو في الطحانة على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. فهاد الزنجلان كيعطي لهاد الغريبة هادي واحد المذاق اللي جد مميز، وأيضا حتى النخالة كتعطيها واحد المذاق رائع رائع بزاف. غادي ناخد هنا الخماره ديال الحلوه وغادي نضيفها. فانا كنكتفي غير بخماره واحده، ونعود نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا راني خديت النخاله تقريبا واحد زلافه كبيره وحمرتها في طنجره الضغط اللي كتكون ثقيله، فكنحمروها غير كيتبدل اللون ديالها غير واحد شويه، فكنكتفيو فما نخليوهاش حتى يتغير المذاق ديالها. فكما كتلاحظوا هنا كتاخد غير واحد اللون ذهبي وكناخذوها وكنضيفوها. فانا غادي نبقاو نضيفوها بالتدريج على حسب النوعيه. فانا خديت زلافه كما كتلاحظوا كتاخد يمكن تقريبا 250 غرام. فهنا بالنسبه للنخله فرما الكميه ما تكونش مضبوطه، لان على حسب البيض واش كبير ولا صغير غادي نضيفو. هنا راني جاتني العجينه ثقيله واحد شويه، وراني ضفت تقريبا واحد 3 ديال المعالق هكاك ضفتهم من فوق ديك الزلافه في الخليط كما غادي تلاحظوا معايا. غادي نبقاو نهزوه، ما خصوش يطيح بسهوله، فانا هنا الفيديو راه عندي مسرع. غادي نهزوه في هذا الخلاط، ما خصوش يهبط لينا بسرعه، خصو يتثبت واحد شي شويه عاد باش يطيح. هكا كنحسوا بان الخليط ديالنا راه واجد. فهنا غادي نجمعو وغادي نجيب واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليه يرتاح. فكل ما خلينا هاد الغريبه هادي ترتاح، فانا تقريبا راه خليتها واحد ساعتين وهي كترتاح، فرا يمكن لك تخليها مده طويله مره مره تطلعي عليها الا لقيتيها كتشربات ولقت انك تشكليها كويرات فكتكتفي. فهنا من بعد ما خليتها هنا جيت فكنت مره كنطلع عليها، كناخذها من بين يديا الا حسيت بانها كتشكل واحد الكويره هكا، فغادي نبدا في التشكيل ديال هاد الغريبه. كناخذ واحد التزليفه كندير فيها شويه ديال الماء باش كندهن بها يدي، كناخذ السكر بودره سبيسيال، كندير شويه ديال الماء في يدي وكنشكل هاد الغريبه، تندير كويرات متوسطين على هاد الشكل. فالحجم نتوما كتحكموا فيه، فكيف ما ذكرت معكم كتخليوها كتشرب مزيان. فانا هنا تقريبا خليتها ساعتين وهي كتشرب، فمره مره كنطلع عليها وكنشوفها واش كتشكل ما بين يديا. فالسر ديال هاد الحلوه هذه هو هاد المده هذه اللي كنخليوها كترتاح.
فكل ما خليتيها كترتاح كتجي معلكه معلكه بزاف ورائعه. فغادي نستمر صديقتي هكا، غادي نشكل واحد الكميه كنديرها في السكر سبيسيال، و غادي ناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن اللي كتكون فرش فيها الورق ديال الطهي، من الافضل باش ما كيلصق ليناش داك السكر في اللاطه. وكنسخنوا الفران من الفوق ولتحت وكندخلوها، راه ما كتاخذش وقت طويل لان الزنجلان محمر، ايضا النخال عندنا محمره فما كتاخذش وقت طويل، فكنشعلوا عليها من الفوق ومن التحت كتشقق لينا. ف كتجبدوها كتخليوها في اللاطه لانها كتكون هشيشه وما كتلقش انكم تهزوها حتى تتبرد لكم، فما تخليوهاش مده طويله في الفران. فتقريبا اطول مده 12 دقيقه، فران بطبيعه الحال اللي كيكون مسخن من قبل. فكما كتلاحظوا كندوزها مزيان في داك السكر وكنحطها في اللاطه. غادي نستمر صديقتي الغاليه حتى تنسالي الكميه كامله. كنتمنى ان شاء الله ان الفكره ديال اليوم تعجبكم، فدائما صديقتي كنشارك معكم وصفات لي سهله وبسيطه واقتصاديه وفي متناول الجميع، كنتمنى انها تطرقكم. هنا من بعد ما استفتها هكا في اللاطه كندخلها للفران، فكتشقق على هذا الشكل هذا، فانا هنا خليتها حتى بردات عاد بديت كنقيس فيها. فكما كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه ومميزه وكتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، فإلا عجبكم صديقتي الفيديو ديال اليوم فما تنسونيش من واحد اللايك ديالكم، من واحد التعليق ديالكم اللي كنفرح به بزاف. وإلا كنتو صديقتي جدد اول مره كتشوفوا القناه، كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. فكيف ما كتلاحظوا راه كتجي معلكه معلكه بزاف. ايضا صديقتي الجدد كنتمنى انكم ديروا اطلاله على الفيديوهات السابقه، كنتمنى انهم يعجبكم فيديوهات اللي بسيطه في متناول الجميع. اي واحد شاف الفيديو غادي يلقى ان شاء الله المقادير كلها عنده في الدار. غادي نخليكم صديقتي وغادي نضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم بخير، الى اللقاء.